النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، والتي تشير تقريبا إلى خلو سماء المملكة من تواجد الغيوم ممطرة. إنما بعض السحب والغيوم ذات الارتفاع المنخفض الناتج عن ارتفاع في نسبة الرطوبة في بعض طبقات الجو القريبة من سطح الأرض تظهر في سماء المملكة. خرائط الضغط الجوي تشير هذه الخرائط إلى أن هناك مرتفعا جويا يؤثر على عموم مناطق بلاد الشام والعراق، والذي يؤدي إلى استقرار عام في الأجواء، إلا أن امتدادا لمنخفض البحر الأحمر نحو الاتجاه الشمالي الغربي، أي باتجاه الأراضي المصرية، يعمل على هبوب بعض الرياح الجنوبية الشرقية من وقت إلى آخر خلال الأيام القادمة، الأمر الذي يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة في الأجواء. عودة للأحوال الجوية متوقعة هذه الليلة في المملكة، الأجواء تكون غيوم متفرقة بوجه عام وباردة، درجة الحرارة الصغرى في العاصمة أمام التراوح بين 6 إلى 8 درجات مئوية، والطقس بارد، في حين يتوقع أن يتحول الطقس ويصبح شديد البرودة في بعض مناطق البادية والسهول الشرقية وقمم جبال الشراء، كما ويحتمل تشكل الصقيع في تلك المناطق. نهار يوم غد الأحد يتوقع أن تكون درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، مع أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق وظهور لبعض الغيوم المتفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معترة السرعة لكنها تنشط أحيانا، الأمر الذي يزيد من الإحساس بالبرودة بشكل لافت سواء حتى هذه الليلة أو حتى نهار يوم غد. دعونا نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا في مدن ومحافظات المملكة، والصغرى ليلة الأحد على الاثنين، نبدأها شمالا من إربد 18-9، جرش 16-10، في عجلون 15-9، وفي المفرق 16-8 درجات مئوية. المناطق الوسطى من المملكة، العاصمة عمان 14 غدا العظمى، الصغرى 8 درجات، الزرقاء 16-7، الصل 18-13، مأدبة 16-8، وفي البحر الميت من 22 إلى 14 درجة مئوية. المناطق الجنوبية تكون في الكرك 13-5، الطفيلة 14-9، في معان 14-5، وفي الشراء من 13-7، في حين ترتفع في خليج العقبة إلى 23 درجة مئوية في ساعات النهار، وتكون الأجواء لطيفة بوجه عام. المناطق الشرقية 16-6 في رويشد، الصفاوي 15-4، وفي الأزرق من 17 إلى 6 درجات مئوية. أحوال الجوية متوقعة خلال 3 أيام القادمة تكون على النحو التالي: ارتفاع تدريجي لكنه قليل على درجات الحرارة المتوقعة ما بين الأحد والثلاثاء، واستقرار عام في الأجواء لكنها تبقى باردة في ساعات الليل، تتراوح درجات الحرارة بين 8 إلى 9 درجات مئوية، وهناك نشاط متوقع في سرعة الرياح، الأمر الذي يزيد من الإحساس بالبرودة بشكل عام. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم بخير، إلى اللقاء.